ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية مع المسؤولين في مختلف القطاعات، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد مع منتسبي الدفعة الرابعة من البرنامج الذي يأتي كمبادرة رائدة لدعم وتمكين الطاقات الشابة وتأهيلها وإكسابها الخبرة والمهارات اللازمة. أثنى القائد على برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ومضمونه الثري والمرتكز على مبدأ نقل المعرفة، حيث تم تصميمه بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات العمل الحكومي وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار لدى منتسبي، بما ينعكس أثره على جودة وكفاءة الأداء الحكومي بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030، داعيا منتسبي البرنامج إلى ضرورة الاستفادة مثل هذه الفرص التي يقدمها البرنامج في سبيل تطوير معارفهم ومهاراتهم القيادية والإبداعية للمشاركة في إثراء مسيرة العمل الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم المهنية والعلمية. الجدير بالذكر أن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية هو أحد النماذج الإيجابية الطموحة الهادفة للإثراء المهني والمعرفي وتعزيز المهارات القيادية والتحليلية، ومن ثم نقل هذه المكاسب إلى أماكن عمل منتسبي بعد إتمام فترة انتدابهم، حيث يقوم منتسبو البرنامج بالدوام بشكل كلي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بحيث يمكنهم من الاستفادة أو يمكنهم من الاستفادة واكتساب الخبرة عبر البرنامج التدريبي المكثف والتعامل المباشر مع آلية عمل المكتب.